بمناسبة إعادة تدشين كنيسة القديس يوسف للروم الملكي الكاثوليك في الأشرفية بعمان، ومرور 25 سنة لكهنوت الأب جون حداد راعي الكنيسة، أقيم قداس إلهي ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن، حيث تم ترقية الأب جون حداد إلى رتبة ستافروفورس ومنحه الصليب المقدس. حضر القداس الأباء حكمة حدادين وخالد شعبان ونادر سووق وبسام شحاتيت، والنائبان عمر النبر وهاي العياش، وحشد من أبناء الرعية وأهلي وأصدقاء الأب حداد. أكسيوس مستحقا مستحقا مستحق سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا لسنين كثيرة يا سيد لسنين كثيرة يا سيد.